بطأ تاني ليه يا صبر صفصف في الصبايا المصفصبين. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم احمد البنا. الفيديو ده ان شاء الله هيعجب الناس اللي بتحب تستخدم برنامج روفس او برنامج ريفيوس، اللي هو بيحرق الويندوز على الفلاشة. تقدر تحرق نسخة الويندوز بتاعتك يا اما بطريقتين، يا طريقة الام بي ار يا طريقة الجي بي تي. لان طبعا من المعروف ان انت لو معرفتش تحرق الويندوز بالشكل المظبوط عندك، سواء ام بي ار او جي بي تي، الويندوز لما هتيجي تسطبه على الفلاشه مش هيتسطب وهيديك اخطاء، وتضطر انت تضرب اخماس في ادلز ما تعرفش ايه النتيجه. ومش عايز اطول عليكم كتير، نخش على الشرح ونشوف ازاي نقدر نحرق نسخه الويندوز على الفلاشه. يلا بينا. في البدايه كده انا عايزك تصلي على النبي، وهتروح تنزل برنامج روفوس او ريفيوس من جوه الموقع الرئيسي بتاعه. كل اللي عليك ان انت بتخش في جوجل كروم. وقبل ما اوريكم ده، على فكره موقع مستر بنا تقدروا تحملوا فيه العديد من البرامج اللي بنتكلم عنها ان شاء الله في القناه، وهتلاقوا فيه كل برنامج بتدوروا عليه. زي ما قلت لكم، بتخش الاول كده بتفتحوا جوجل كروم وبتكتبوا هنا ريفيوس وبتدوسوا انتر. هو اول واحد بيقابلكم اللي هو الشكل ده كده، بتنزلوا لحد الداونلود وقدامكم احدث نسخة اللي هي 4.3. احنا عايزين النسخة البور تيبل اللي هي دي، اللي هي بتشتغل على طول. بننزل النسخة عندنا على الجهاز، وبعد ما بننزل النسخة عندنا على الجهاز بتنزل لنا، بتبقى بالشكل ده كده اهي، ريفيوز 4.3. لما بشغل طبعا النسخة بشغلها كده، فبيقول لي انت على طول عايز تشغلها في وضع الادمن، بقول له يس، بتشتغل عندي بالشكل ده. لاحظوا ان انا هنا لسه ما حطيتش الفلاشة ولا حددت الايزوهية بتاعتي. هحط دلوقتي الفلاشة بتاعتي جوه الجهاز، مش عارف بقى هتسمعوا صوتها ولا لا. انا حطيت كده الفلاشة، فابتدى هو اراه اهو، فلاشة كينجستون 128 جيجا. بختار من هنا كده سيلكت، وهدور بقى على الايزوهاية بتاعتي اللي انا نزلتها من الموقع الرئيسي للويندوز ذات نفسه. اهو عندي اهو الويندوز اهو اللي انا نزلته، اللي هو ويندوز 10 اكس لايت، دي نسخة مخصوصة. هدوس كده عشان اختارها، وهنا بقى بيخيرني ما بين خيار، بسيب الحاجات دي زي ما هي كده. هنا بيخيرني ما بين حاجتين، بيقول لي انت عايز، او ما نصح النسخة اللي هتنزلها دي جي بي تي ولا ام بي ار. بصوا بقى يا جماعة، علشان تحدد هنا جي بي تي او ام بي ار، دي يعني شغلانة، ولازم انت تعرف ان انت ازاي جهازك بيدعم اي من الكورسين. طب دي هنعملها ازاي؟ هتيجي هنا كده، هتفتح الاقراص بتاعتك بالشكل ده. لاحظوا ان انا عندي هنا العديد من الاجريسيف كوماند، دي فلاشة، لكن انا عندي هنا باين 1 2 3 4 بارتيشن. يبقى اتفقنا ان انا عندي 4 بارتيشن في الاول. كل اللي انا بعمله ان انا بدوس هنا كده وبختار كمبيوتر مانجمنت، ومن كمبيوتر مانجمنت لما بيفتح لي بنزل على حاجه اسمها ديسك مانجمنت. وتلاحظوا هنا ما تتخضوش من الشكل اللي قدامكم ده. انا هنا عندي قلنا تقسيمه 1 2 3 4. هشيل لكم ممكن اشيل لكم الفلاشه لو هتضايقكم، بس انا هسيب الفلاشه شغاله زي ما هي. تمام، يعني عندي الدرايفات بتاعتي سي ودي واي وجي. اف ده اللي هو الكينجستون الفلاشه. طبعا انا برضو تقسمت عشان لعلمكم، انا عندي 1 M2 ده مقسمه لسي ودي، وعندي 2 SSD اللي هي الاي والجي. يبقى الاي والجي دول هاردين لوحديهم او SSD، كل واحد فيهم منفصل. طبعا عشان اعرف برضو النوعيه بتاعتي ايه، لو انا جيت هنا من تحت كده وعلمت مثلا على درايفين بتاعه السي والدي اللي قلنا اللي هي عباره عن M2، لو دوست كده واخترت بروبرتس، ومن بروبرتس اخترت حاجه اسمها فوليوم، لاحظ هنا بقى ايه بارتيشن ستايل، هلاقيه مكتوب جي بي تي. اذا انا محتاج احط الويندوز اللي عندي بصيغه جي بي تي. يبقى احنا عرفنا مبدئيا كده الطريقه اللي انا همشي بيها. انا هختار من هنا جي بي تي، ومن هنا هسيبها زي ما هي كده موجوده بالظبط. الكلاستر سايز بسيبه زي ما هو بالظبط، وهنا برضو فخليها على وضعيه ان تي اف اس. هو بيديني لوحده ال 4096 كيلو بايتس، وببتدي ادوس ستارت. بيقول لي هنا انت كل حاجه تمام، متاكد منها. لاحظوا ان انا لازم بص فوق، فعلا انا مختار الاف اللي هي ايه الفلاشه بتاعتي. بدوس كده وهيبتدي واحده مع واحده بقى يبتدي يحرق لي الويندوز بتاعي على فلاشه. بستنى كده، العمليه بتاخد وقت، ارجع لكم ان شاء الله بعد ما يخلص. انجز يا عم انجز انجز. هو الويندوز ده بياخد وقت ليه كده كتير؟ هو ابتدى اسرع اهو الحمد لله. بطأ تاني ليه يا صبر صفصف في الصبايا المصفصبين. الحمد لله خلص اهو. بعمل كلوز
وباخد فلاشتي اللي معايا اهي اللي اتحط عليها السيستم بتاعي. في واحد على فكرة برضو جاب لي كمبيوتر من الكمبيوترات المكحرات القديمة اللي ما بتاخدش اكتر من ويندوز 7 وقال لي عايز انزل عليها نسخة ويندوز 7. نفس الطريقة بالظبط اللي عملته في 10 هعمله في 7، بس بدل ما هختار جي بي تي هختار ام بي ار. انا طبعا هيكون الكمبيوتر اللي هياخد 7 هيكون الكمبيوتر طالع عين اهله اكيد، كمبيوتر تعبان، فبالتالي اخر ويندوز هيركب عليه من ويندوزات 7 هيكون بنظام الام بي ار، لان هيبقى الهارد ديسك بتاعه كمبيوتر قديم. اتمنى يا جماعه تكون الحلقه دي فادتكم، شكرا جزيلا ليكم.